زي ما قلنا ان ناس من بلدنا في خدمة بلدنا الحبيبة العزيزة الغالية مصر وكل ناس بلدنا. الحلقة الحية ان شاء الله هتبقى في 2020، يعني الحلقة الجاية هطل عليكم السنة الجاية. انا بقول الكلام ده ليه؟ علشان باسمي شخصيا ونيابة عن فريق عمل برنامج ناس من بلدنا وكل ضيوفي بقدم التهنئة لإخواننا الأقباط بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد كل سنة وهم طيبين، كل سنة وهم منورين مصر، كل سنة وإحنا إيدينا في إيدين بعض عشان نبني بلدنا الحبيبة مصر. فاتني أقولها في أول البرنامج، بحبك يا مصر وبعشق ترابك ولف المداين وارجع لبابك. فاتحين ملف مستقبل صناعة الأغذية في مصر، في الفقرة الأولى كنا بنتكلم على الدواء، دلوقتي بنتكلم على الغذاء. علشان نتكلم على صناعة الأغذية، أحلى حاجة في مصر، واحد بيقول لي كمان اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. يا ترى هو كان حلواني ولا فلاح؟ أنا مش عارف الإجابة على السؤال ده. ضيفي وضيفكم المستشار حسين موسى، مستشار صناعة الأغذية في مصر، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، كل سنة منورني. حضرتك طيب. اللي بنى مصر كان في الأصل أكيد حلواني طبعا. حلواني طبعا، لازم تقول أكيد. حلواني. أهلا وسهلا. ونسبة حلواني، إحنا الحلوى الطحينية كنا اتكلمنا في حلقة من الحلقات على فوائدها ومميزاتها طبعا. وإنها لازم تكون قاسم مشترك على السفرة المصرية تمام، وخصوصا إن إحنا في مصر الحمد لله الموضوع تمنها مش مكلف والموضوع بسيط في المتناول. النهاردة هنتكلم على مستقبل صناعة الحلاوة الطحنية في مصر، وازاي اولا نعمل عندنا اكتفاء ذاتي، كمان نصدر للدول العربية وننطلق للعالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول كل سنة وحضرتك طيب، والسادة طيب. المشاهدين بألف صحة وسلامة. اتكلمنا في أحد الحلقات مع حضرتك على الصناعة دي ابتدت ازاي واتطورت ازاي ووصلت لفين دلوقتي، واتكلمنا في الشق الاقتصادي قد ايه هي في مصر بتعتبر احد ركائز التنميه المستدامه في مصر، واتكلمنا العدد اللي بتشمله الصناعه في مصر ما بين مصانع وعماله مباشره وما بين عماله غير مباشره. العماله المباشره اللي بتمارسها في الحلاوه الطحنيه او في المصانع الحلاوه الطحنيه قد تصل في بعض الاحيان الى 65 الف عامل وموظف، بالإضافة للعمالة الموازية الغير مباشرة اللي بتخدم على الصنعة. وقلنا قبل كده أن الصناعة دي تطورت على مدار ال 200 سنة اللي فاتت وال 150 سنة اللي فاتت، وصلت دلوقتي إلى ما يقرب من 950 مصنع في مصر، يتراوح ما بين سرج صغيرة مصانع صغيرة لغاية المصانع الكبيرة اللي بتصل بحجم الأعمال لمليار جنيه سنوي. طب ال 950 مصنع، هل دول براندات مختلفة ولا دول مصانع كسلاسل مصانع وفروع لبراندات موجودة أو أسماء موجودة؟ لا، هي العدد الأكبر منها هي الصناعات البسيطة الصغيرة اللي موجودة في الأرياف والقرى، لأن صناعة الحلاوة هي صناعة شرقية ممكن ببساطة تتعمل في أضيق الحدود، بعبارة عن خلطات سكرية مع خلطات سمسم أو طحينة السمسم، وبالتالي جزء كبير ما يمثل من أكثر من 700 سرجة مصنع صغير متواجد في الأرياف والقرى، لكن المصانع المتوسطة والمصانع الكبيرة دول بيتراجعوا حوالي 200 مصنع. طيب احنا عارفين من قديم الأزل، من أربعينات خمسينات ستينات، ان كل صناعة بيبقى لها شيوخ، تمام، لها معلمين، تمام، لها أساتذة، تمام. طب مين بقى شيوخ صناعة الحلاوة والطحينة في مصر؟ طبعا احنا يعني لما نتكلم على الصنعة دي بنتكلم على انه في جزء يخص المهارة بتاعت الصنعة نفسها، تمام. أصحاب مصانع هم كانوا في الأصل موجودين داخل المصانع، وبالتالي لما يبقى هو صاحب مال وعمل بيزنس الحلاوة بيبقى مهتم أنه يعمل جودة كويسة، أدق التفاصيل ودق التفاصيل، غير لما يبقى يعني حجم أعمال شركات عملاقة بيبقى بيتعتمد على ميكانيزم أو سيستم معين ثابت بيمارسه المهندسين والصناعية.
الصناعية القدام اللي من 40 و50 سنة هم اللي بدأوا الصنعة، وبعد زي ما قلت لحضرتك قبل كده نقلها المهندسين بعد كده منهم، وامتدت إلى مراحل مختلفة. يعني موجود في المصانع دلوقتي مثلا على سبيل المثال أحد المصنعين في مناطق زي محافظة المنيا، الأستاذ عدلي مرزوق، عنده بيزنس موجود. احنا يعني لما نيجي نتكلم على الصنعة بنرجع ليه وبنكلمه، لانه هو الوحيد اللي حافظ عمل المعادلة، او مش الوحيد يعني اعداد منه قدر يحفظ المعادلة ما بين التذوق والتغذية بتاع الحلاوة. ازاي يبقى انت تتذوقها بطعم كويس، وازاي تبقى مفيدة ليك كغذاء. وبالتالي اللي بيحقق المعادلة دي دلوقتي قليلين في صناعة الحلاوة الطحينية، وده بيبان من لون الحلاوة، وده بيبان من طعم الحلاوة. يا ريت يا جماعة كده المصور كده جيب لنا الحلاوة الطحنية اللي قدامنا دي ويزنونا عليها عشان نشوف يعني قد ايه كده، حاجة تفتح النفس. تمام. هو اللي بيتأثر اللي بيأثر في قوام ولون وطعم الحلاوة مجموعة عوامل، منها من نوعية المكن اللي بيتعمل بيه الصنعة، منها الصنايعي او المهندس اللي بيشتغل، منها الخامات المتواجده. وطبعا الركيزه الاساسيه في صناعه الحلاوه هي السمسم المحمص المقشور اللي بيطحن بيوصل لطحينه. فاذا كان السمسم كخامه كويسه وصل لطحينه كويسه، بالتالي انت بتروح لحلاوه طحينيه كويسه. كمان المعده اللي بتصنع فيها، كل ما كانت معده جيده، كل ما كانت معده بتأدي طبخ وعجين بطريقه مفيده، كل ما بيحصل تماسك للجزيئات بتاعه السكر مع الطحينه، وبالتالي بتقدر تقعد معاك سنه كامله وانت بتتذوقها بدون تغيير في القوام لون او طعم. الحاجه الثالثه هو الصنايعي او المهندس اللي واقف على الصنعه. هي الحلاوه قدام منكم على الشاشه اهي يا جماعه، يلا اتفضلوا معانا. وبالتالي وبالتالي انت اي احنا بننصح المواطن او المستهلك انه لما يكون عايز ياكل حلاوه لابد اول حاجه ان يتوجه لبراندات بشكل او باخر تكون موثوق فيها، يتاكد من البيانات الموجوده على العلبه، الاسماء المعروفه، الاسماء المعروفه او البيانات الموجوده على العلبه، وبعدين يبتدي لما يستطعمها يشوف اللون ويشوف الطعم ويشوف الرائحه بتاعتها، موجود فيها ريحه السمسم المحمص اللي موجود كطحينه، ولا هو مجرد بياكل حاجه حلوه وخلاص. لان لو طغى السكر والعسل على قوام الحلاوه يبقى انت ممكن تاكل بدائل اخرى، لكن انت عايز حاجه مفيده يبقى لازم يكون ماده السمسم او الطحينه موجوده داخل القوام بشكل جيد. طيب يعني انواع الحلاوه كتير موجوده في السوق، اللي في منها الطري وفي منها اللي ناشف. تمام. بصفتك كأنك انت متخصص او في المجال يعني. تمام. انه افضل من التانية؟ هو في العادة الموضوع بيرجع للمستهلك. الموضوع نسبي. يعني انا لما قلت في المرة اللي فاتت اني المواطن او المستهلك السوري غير المستهلك المصري، غير المستهلك السوداني، غير المستهلك السعودي. في ناس بتحب الحلاوة تكون طرية عشان يتذوقها، وفي ناس لو هي طرية بالنسبة له ما يأكلهاش. وبالتالي قوام الحلاوة بين طري وبين خشن أو كسر في فم المستهلك، ده متوقف على نوعية المستهلك اللي بياكل الحلاوة. انت حضرتك لو رحت للأخوة السوريين وشفت الحلاوة هتلاقيها طرية جدا بالنسبة له. تمام. يعني هو بيستطعم دي، بيحبها طرية، بيحبها طرية. لو رحت للمستهلك السوداني مثلا، لو هي طرية ما يأكلهاش خالص، يأكلها ناشفة عشان هو بيقطعها وبيبشرها على الأكل. المصريين بيبقى في المرحلة الوسط، هو لا عايزها طرية جدا ولا عايزها ناشفة جدا، وبالتالي يقدر يأكلها بشكل مباشر او يحطها داخل العيش بسندوتش معين. تمام. طيب المستقبل بقى بتاعها، يعني احنا النهارده بنقول الطلب على الحلاوه الطحينيه. تمام. فنقول في خلال الخمس سنين او العشر سنين اللي فاتت دي بالمعدل المرضي، ولا شايف حضرتك السوق ازاي؟ حركه البيع والشراء. تمام. هو الموضوع بتاع الصنعه دي اتحرك او اتطور في اتجاهين، اتجاه نوعي واتجاه كمي. الاتجاه النوعي خاص بنوعيه الحلاوه اللي اتطورت. تمام. اتطورت وتعمل منها حلاوه بالمكسرات، حلاوه بالشوكولاته، حلاوه ما شاء الله. حلاوه بالفستق، حلاوه الشعر، الحلاوه الاسبريد اللي عامله زي الشوكولاته اللي بتتحط داخل الساندوتش، ده التطور النوعي. والحلاوه البار القطع. لما نتكلم على التطور النوعي يبقى لازم يكون معانا مين على التليفون؟ الو، مساء الخير استاذ عدلي. الو، مساء الفل. مساء الخير.
الو، اخبارك؟ مساء الخير يا استاذ عدلي، مساء الفل يا ريس، منورنا في ناس من بلدنا. اخبار سعادتك؟ تمام الحمد لله. بنتكلم على نوعيات الحلاوه الطحينيه ومستقبل الصناعه في مصر، ومعايا زي ما حضرتك شايف في الاستوديو صديقك المستشار حسين موسى. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. اتفضل استاذ عدلي. الحقيقه برضو اللي قاله الباشمهندس حسين يعني يكفي الكلام اللي قاله يعني. طب بس احنا حابين نعرف من حضرتك، بما انك بقى يعني نقول من شيوخ الصنعه، من الناس اللي جابوها من تحت، علشان كده المنتج بتاعنا الحمد لله بيغزو الاسواق دلوقتي والناس كلها بتتكلم عنه، وشفت انا بنفسي في معرض فود افريكا قد ايه كان التردد على البارتيشن بتاعكم في المعرض، بجد كانت حاجه مبهره جدا يعني. بيسموه المعلم، بيسموه المعلم الاستاذ عدلي، بيسموه المعلم الاستاذ يعني. طيب الله يبارك فيك. الله اكيد الاسم ده ما جاش من فراغ يعني. لو هو يقدر يقول لنا قد ايه هو قدر يطور الصنعه، وازاي يقول لنا رايه في اللي حصل في تطور الصنعه دلوقتي يعني، ده استاذنا طبعا. اتفضل. الله يبارك فيك. على العموم هو المنتج الاول ان انت تضع ضميرك فيه. تمام. خامه جيده. تمام. مكان كويس. مكان يناسب. مباشر في العمل. تمام. وكل حاجه تاخد المعايير بتاعتها مظبوطه. بالتاكيد ان انت تاخد منتج كويس. لكن علشان ان انت تتلاعب بخامات غير صالحه للاستعمال، هي دي الكارثه في عدم المنتج الكويس. طب هو انا عجبني في كلام حضرتك البند الاخير، متابعه التصنيع، المتابعه انك انت بتشوف بنفسك. طيب هل فكره الزواقه دي موجوده في المصنع، ان في حد يتذوق المنتج ولا مش موجود؟ على العموم هو ما حدش يقدر يشكر في نفسه. فضل. هو المنتج تقدر تاخد النتيجه منه من السوق. تمام. المستهلك هو اللي يحكم على المنتج. أيوة. لكن انا في اعتباري ان المنتج بتاعي كويس لكن مش مقبول في السوق، مش هيبقى كويس. تمام. المهم اللي هو بيستهلك هو اللي بيحكم على المنتج. تمام. جيد او غير جيد. طبعا هو الاستاذ عدلي عنده ميزه انه خلال العشر سنين اللي فاتوا قدر من اصحاب المصانع اللي خرج بره اطار مصر وتعامل مع دول مختلفة ومستهلكين مختلفين، وبالتالي يقدر يقول لنا في الدول والمعارض اللي بيزورها ايه الفرق بين المستهلك المصري وبقية المستهلكين اللي موجودين في المنطقة العربية. اتفضل سعد. عامة يعني زي ما شعر الأستاذ حسين، المنتج أنت تعمله على راحة المستهلك اللي يناسب له. عدم خامات غير صالحة للمنتج دي مشكلة، لكن احنا الحمد لله واقفين في العمل، بنراعيه، بنتابعه، بنطلع عليه نتيجة السوق ونتيجة المنتج اخباره في السوق. طيب بالمناسبة الاول كده قبل ما اقفل مع حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب، وكل اهلي واخوان وحبايبي اقباط مصر كل سنة وطيبين وعيد ميلاد سعيد، ودايما يا رب كده في اعياد وافراح. انا عايز اقول لك احنا في البرنامج عندنا هنعمل فقره اسمها شباك على افريقيا، هنفتح كده نوسع كده علشان نغزو افريقيا. يا ترى جاهز علشان نغزو مع بعض كده بمنتجاتنا الحلوه دي لافريقيا؟ جاهزين ان شاء الله في اي مكان موجودين فيه ان شاء الله بطفره ان شاء الله وجودكم معانا. تمام. هو هي دي الروح اللي انا عاوزها. تمام. روح ان احنا مستعدين ان احنا نغزو الاسواق الافريقيه. شكرا باشمهندس عدلي، ودايما كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ عدلي والاسره الكريمه بخير. شكرا لحضرتك. هنفتح شباك على افريقيا. تمام. وعاوزين نغزو السوق الافريقي. تمام. يا ترى هنبعت حد يشوف لنا الناس عاوزه ايه او يشوف السوق كده، ولا هنغزو بالمنتجات الحاليه بتاعتنا؟
هو طبعا في طريقتين للتواصل والتعامل مع السوق الافريقي. الطريقه الاولى هي المعارض اللي بتقام في الدول الافريقيه او اللي بتقام في مصر او في بعض الدول العالم، لان الافارقه دلوقتي اصبح الامور بالنسبه لهم تتطور بشكل معين، لانهم عدوا مرحله انه مجرد يتواجد في مكان، لا ده عندهم صناعه وعندهم تطور وعندهم مستهلك كويس وبيدفع فلوس كويسه، وبالتالي هو ابتدى يتواجد في المعارض. فالطريقه الاولانيه هي طريقه المعارض اللي احنا بنعملها داخل مصر او المصانع اللي لازم تتواجد في المعارض الافريقيه والمعارض الدوليه، دي اول وسيله. الوسيله الثانيه هي الزيارات اللي لازم يقوم بيها وفود من الصناعه او من هيئات الرقابه الصناعيه او من المصانع او من الرابطه المصريه. الزيارات دي هي اللي هتعمل تواجد للمنتج المصري. على فكره هو المنتج المصري موجود في وسط افريقيا وفي غرب افريقيا بشكل جيد، بالذات المنتجات الغذائيه لانها بتحوز اعجاب من حيث الجوده ومن حيث السعر للاخوه الافارقه بشكل كبير جدا. وفي ثقه كمان في ثقه كمان في منتجاتنا المصريه. للاسف الوقت بيداهمنا والمخرج بتاعنا خلاص يعني. انا عاوز اقول لكم علشان نظهر في الصوره الجميله قدامكم دي، معانا فريق العمل. بجد بشكر حضرتك الاول على تشريفك معايا. انا بشكر حضرتك. شكرا حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وفاتحين الملف ومستمرين مع بعض ان شاء الله. كتر خير. كمان بشكر كل المصورين الموجودين خلف الكاميرات، مخرجنا الجميل والرائع محمد سمير وكل طاقم فريق العمل. بشكركم جدا، ويظل ناس من بلدنا منبر ومستقبل صناعه الاغذيه في مصر. انتهت حلقتنا، اشوفكم الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.